الحانة هي المكان اللي بيتجمع فيه الناس للغنى والسهر، بس الحانة عند عمرو راوي بقت المكان اللي بتتقابل فيه السمسمية الهادية والعنيفة اللي بتفرح واللي بتبكي. كل سمسمية هنا جاية من حتة، وكل سمسمية وليها مقام. دي جاية من الإسماعيلية، دي بتاعت القناة، حتى جاية بالريشة بتاعتها دي. أوكي. إهداء من الفنان سعيد برجمون. دي بتاعت الخمسة، دي الخمس أوتار. أيوة. عبارة عن طبق صاج القديم، طبق صاج ومشدود عليه جلد. أيوة. يعني بسيطة، ما فيهاش أي زخارف ولا أي خراطة، ولا دراعين عادي وفرمان، مفاتيح مصنوعة يدوي. أيوة. تلاحظ. أيوة. تمام، كلها يدوية. حتى الدومينو كرسي، ورق الكرسي بتاعها معمول من ورق الدومينو، والريشة بتاعتها من جلد، حاجة يعني برضو تراثية زي كده، مصنوعة من ظهر ترسة بحرية. أوه. ومشدود عليها جلد برضو ماعز. السمسمية دي بتاعت المرحوم محمد الشناوي من بورسعيد. الله، بورسعيد. في برضو سمسميات من السويس، في سمسمية مثلا دي مصنوعة في بورسعيد، فنان محمد غالي صنعها على الشكل القديم، بس أنا يعني عملها لي ستة أوتار. طب ده ايه بقى؟ دي انا اللي صنعها، دي من صناعتي انا. السمسميه انت يعني. انت بتصنع؟ انا دي مصنعها، جايب الظهر الطاسه بتاعه، الغطا العجل، الغطا بتاع العجل. واخد بالك، وجايب عليه صينيه الومنيوم. اوكي. وعاملها صندوق صوت للسمسميه. ودي الدراعين دول عباره عن المواسير بتاعه الستاير، المواسير القديمه بتاعه الستاير. هتلاقي صوتها اعلى شويه من السمسميه العاديه، عشان الصاج. عشان بالظبط، عشان الخامات والماتيريال بتاعها مختلف. عن السمسميه الثانيه. دي انا مصنعها. قول لي، دي ايه اللي فوق دي؟ دي الطنبوره اللي دي فوق دي. دي بص، الطنبوره ليها عده اشكال، يعني في مثلا الشكل ده. ايوه. ودي الطنبوره النوبيه الاصليه القديمه، تعمل دي. دي من الحوايا، ما فيهاش مفاتيح. هتلاحظ بص، ايوه مظبوط، اللي هي بتتلف لف من قماش فوق. بالظبط، قماش كتان او حاجه زي كده، قطن بيشدوه بيها. ده برضو شكل تاني، بس معمول عباره عن قرن. دي موجوده فعليا القرن دي، يعني موجوده في ناس بتستخدمها، ولا هي ديكور؟ لا، هي اندثرت. دي نماذج تانيه مصنوعه، يعني ده مثلا شبه الليره، ده برضو فرعوني. ده نموذج فرعوني، وده نموذج فرعوني، هو كان موجود زيه بالظبط، زيه عند الفراعنه، بس كان بس هو الاختلاف مثلا في ان احنا دخلنا المفاتيح دي، ما كانتش بالشكل دوت. ودي السمسميه البدويه، بيعملوا صندوق الصوت مربع او شبه، يعني شبه مربع ومستطيل، والدراعين بيبقوا شبه متوازيين، وستة اوتار. وستة اوتار، اللي هي السمسميه دي تلقاها عند مثلا الجماعه بتوع البدو في شمال سيناء، البدو في الواحات تقريبا، يعني الشكل ده.